بتتعدد الطرق والعادات يلي منستقبل فيها العام الجديد يا زينب، لكن كيف فينا نبني مخططنا وجدولنا الزمني لعام جديد ونحط خطة عمل ليكون هالعام مثمر وفعال؟ وكيفية طرق إدارة الوقت؟ أمور كثيرة أكيد رح نحكي عنها مع الدكتورة لبنى بشارة، خبيرة التنمية الإدارية. صباح الخير دكتورة، وكل عام وأنت بألف خير يا رب. وأنتم بخير، صباح النور للجميع، وإن شاء الله سنة خير وتفاؤل على الكل. إن شاء الله يا رب علينا وعليكي. دكتورة خلينا بالبداية نحكي لكل العالم كيف فينا ننظم وقتنا بالعام الجديد. هلا تنظيم الوقت هو جزئية كثير مهمة بحياتنا، بس قبلها بدنا نكون نحن مخططين شو بدنا نعمل. طب إذا أنا مخطط بناء على شو بحط الخطة؟ معناته لازم يكون عندي هدف. فهيك بدنا نبلش فيه من التسلسل. أول شيء لازم يكون عندي هدف. ليش لازم يكون عندي هدف؟ مشان أنا أعرف وين ماشي، شو الخط اللي بدي أمشي فيه. طب شو الشغلات اللي بتدعم لي هذا الهدف أو ما بتدعمه، مشان إذا بتدعمه أمشي فيها وأكون متحمس وحبها. إذا ما بتدعمه لا، ممكن استبدلها بشيء ثاني لو مشابه لكن بيخدمني بهدفي. فمعناته لنقول التخطيط هو أسلوب حياة بيخلينا ناخذ قرارات بالوقت الحالي بتأثر على مستقبلنا. فهلا كل العالم بتاخذ قرارات بكل يوم، كثير من القرارات على مستويات، يعني ما بينفذوا منها شيء. تمام. يعني قرارات بسيطة من أبسط شيء إنه بدي أطلع مشوار أو آكل شيء معين للقرارات المهمة بالحياة، لكن ما كثير مندرس تداعياتها بالمستقبل. فالتخطيط بخلينا ناخذ قرارات بالحاضر لنشوف تأثيرها بالمستقبل اللي بيناسب هدفنا. فهي معناته التخطيط. هلا لحتى نخطط كيف بدنا نبلش؟ بدي أشوف الواقع، لانه انا اذا بدي احط هدف بدي خيالي وكثير صعب ما رح يزبط. يعني انا اذا بدي اقول بدي اخترع مثلا روبوت، ما بيناسبني لانه انا ما بشتغل بهذا المجال. فمعناته بده يكون انا ادرس الواقع، ادرس امكانياتي الماديه، ادرس المعرفه والخبره اللي عندي، هل هي بتقدر تدعمني بهالمجال؟ طب مثلا اذا ام وعندها ولد، هي قررت انه حطت مخطط وهدف انه يتحسن دراسيا، فهل هي ممكن تعمله متفوق ولا لا؟ ممكن تعمله جيد، بمستوى جيد. هذا الشيء بدها تدرس الواقع، هل هو عنده امكانيات بالذكاء، بالقدره على الاستيعاب، بالانتباه، بالتركيز. بتدرس الواقع، بناء على الواقع بتقول الهدف انه هذا الطفل رح يكون هو متفوق او لا، جيد دراسيا. تمام، وضع الخطه، ندرس الواقع. بعدها بدنا نحط الهدف. الهدف كثير ممكن يكون له صفات بدنا نحكي بتفصيلاتها، لكن بده يكون واقعي. هي اول نقطه مهمه. بعد ما نحط هذا الهدف بدنا نفصل بقى. هون بنفوت على اداره وتنظيم الوقت. اداره وتنظيم الوقت بتقول انه انا الخط العام تبعي بدي اعرف بقى كل تفاصيله، يعني كيف بدي وصل لهدفي، شو بيلزمني امكانيات ماديه، شو بيلزمني مهارات او خبره. يعني ممكن انا اكون اشتغل بمجال اعلامي بس حس انه بينقصني ضبط شيء معين، فبعمل كورس بهذا المجال مثلا. معناته في عندنا خبرات تخصصيه، في عندنا خبرات بنستفيد منها بالعوامل السلوكيه، يعني بتنمي عندي روح الفريق، التعاون، العلاقات الجيده مع الاخرين. معناته بشوف انا شو ناقصني امكانيات ومهارات مادية ومعنوية وخبرة ومعرفة. معناته شو صار عنا؟ أول شيء دراسة الواقع. عفواً، بعدين ميرسي، بعدين حطينا الهدف المناسب، بعدين رحنا لتقسيم المهام اللي هي شو ناقصني وشو بيلزمني، بعدين حطينا هي المهام وفق الأولويات تبعها حسب الوقت، حطيناهم بجدول زمني. هون بنكون فتنا لتنظيم الوقت. فتنظيم الوقت هو انه نحط كل المهام اللازمه للوصول للهدف ضمن فترات زمنيه مناسبه، ونعرف تسلسل تبعها ونعرف قابليتها للتطبيق. هلا اللي بيسمعنا بيقول عم بدنا ننظم ونحط مهام وكذا، بيقول في ناس بتكره هي القصص كتير. كيف بده يكونوا عمليين؟ يعني هم بيحبوا الشيء العملي كمان، ما هيك؟ تمام، لكن يعني حكيك تماما 100%، وكلنا بنفكر بهي الطريقه. لكن هي يعني بالدراسات طلع معنا انه ساعة
تخطيط من روحة، يعني ساعة نحن من روحها على التخطيط بتوفر علينا 3 ساعات بتنفيذ العمل. نعم. معناته قدي نحن عم نعطي شغلات قيمة وإيجابية لحالنا، وقت نتعب شوي بالبداية لكن بعدين منلاقي النتيجة. نتيجة. نعم دكتورة، خلينا هيك قبل ما نغوص أكثر، خلينا نحكي هلأ نحن ببداية عام جديد. أكيد كنا عم نحكي تحت الهواء أنه نحن لازم مثلا نكتب سيئات يلي عملناها بال 2017 ولازم نحقق أهدافنا بال 2018. خلينا نبلش مع يمكن شخص موظف أو شاب صغير حابب يكتب هاي الأهداف، نحن شو هي الأولويات يلي لازم نكتبها، أو يمكن هي أفضل طريقة أنا عم بستخدم أنه نكتبها هيك بتحس أنه صحيح الكتابة صحيحة. كيف لازم نحن نكتب السيئات والشي اللي ما حققنا بال 2017، وشو هي الخطوط العريضة يلي لازم نكتبها لعام 2018؟ تمام. أول شيء وأهم نقطة أنه نحن ما ننظر للعام 2017 بشغلة واحدة، فرضا حدا فشل بدراسة أو بعمل، ما ينظر أنه هي كل السنة، لأن نحن بناخد بالعادة الحدث الأكبر، لكن في كتير أحداث وأصغر هي بتكون عم تدعمنا لنوصل بالسنة اللي بعدها. يعني أنا بكون عم بتعلم شيء بس نتيجة هالتعليم بدها تظهر بال 2018. تمام. فنحن بدنا ننظر للأمور الكبيرة سواء فشلنا أو نجحنا فيها، وللأمور الصغيرة كمان لأنه هي تراكمية بدها تفيدنا بال 2018. يعني كأنه نحن عم نخطط كنا بال 2017 لشيء كتير حلو بال 2018، فعم نعمل هاي الإنجازات الصغيرة، فنحن لا نروح حقها ولا نظلم أنفسنا. فمعناته بدنا ننظر مو بس نظرة شمولية على الأحداث الهامة اللي مرقت، لا، على كتير تفاصيل مرقت بحياتنا. هلأ بعد ما ننظر لها منقيم، لأنه إذا أنا بس قلت فشلت ونجحت ما بيكفي، لازم أقول أعرف ليش فشلت. لأنه لما السبب يعني. تماماً. لما حلل وأعرف أسباب الفشل بستفيد من هاي المشاكل والأخطاء بإني ما أوقع فيها العام القادم. معناته أنا بكون فعلياً عم بطور نفسي، أنا بكون عم بضيف خبرة ومعرفة ومهارة لنفسي لحتى أقدر أتجاوزها بالعام القادم. تمام. بعدين بالإضافة، إذا أنا كنت سابقاً عم بعتمد على حالي بس لأنجز عمل معين وفشلت فيه، فلا، أنا بالعام الجديد لازم أروح شوف ناس اشتغلوا مثلي، شوف ناس ناجحين بهذا العمل كيف عملوها، استفيد منهم. هلأ يا أما هن بيكونوا ناس فرضاً أسماء كبيرة ولامعة، يعني هدول طبعاً ما فيني أتواصل معهم، لكن فيني أقرأ عن قصصهم، أو إذا ناس هن من محيطي فأنا بروح بسألهم. بالعكس يعني إنه كتير حلو ومو عيب أبداً الواحد يسأل ويتعلم، تعمل حافز لحتى تحقق. تمام. فهي بتكون هي طريقة لتحفيز الرغبة اللي عنا لحتى نحن نشحن طاقتنا للعام الجديد لنقدر نحقق أهدافنا بطريقة أفضل. فمعناته نظرنا للسنة الماضية بشمولية ونظرنا بتفاصيل، بعدين حللنا، لأنه التحليل بيعطيني السلبيات والإيجابيات. هلأ بعد ما حللت شو بعمل السلبيات والإيجابيات؟ بقول أنا بالإيجابيات اللي عندي بقدر غطي السلبيات اللي هي ناقصة. شلون؟ مثلاً إذا أنا عندي فرضاً سلبية، أنا فرضاً ما عندي مصاري لأعمل شيء معين، هي أوكي، لكن أنا عندي نت، بقدر أنا أطلع على الشيء اللي صار من النت، بقدر أتواصل مع الناس اللي راحوا على هذا النشاط مثلاً أو هي الفعالية وأعرف منهم شو صار. أنا عندي علاقات جيدة مع الآخرين بيخلوهم ينقلوا لي هي الخبرة والتجربة لو ما كنت أنا حاضر شخصياً فيها. فمعناته بدي أنظر للإيجابيات وكيف فيها تغطي السلبيات اللي موجودة عندي أو بمحيطي، عندي بشكل شخصي وبمحيطي العوامل المحيطة فيني. معناته هيك منقيم السابق. نظرنا للنقاط الأساسية، للنقاط الجزئية، قيمنا، حللنا عفواً، بعد التحليل شفنا كيف بدنا نغطي السلبيات بإيجابيات. أكيد هذا العمل ما هو سهل، لكن ساعة عمل لهذا الموضوع بتوفر علينا 3 ساعات بالنتائج الإيجابية. فكتير مهم وكتير مفيد. معناته هون نحن اشتغلنا على تقييم السابق. التقييم السابق هو وضع أساسي قبل ما نحن نخطط للمستقبل. تمام. ليش؟ لأنه كونفوشيوس بيقول إنه إذا نحن ما عرفنا معلومات عن الماضي
ما فينا نخطط للمستقبل، وهو فعلا التخطيط بده يكون بناء على معلومات وعلى بيانات وعلى معرفة وخبرة لحتى نحن نخطط بشكل صحيح. فعرفنا الواقع، هي إذا بدنا نخطط بقى عرفنا الواقع وحللنا تبع السنة الماضية وقيمنا، بعدين حطينا هدف، فتنا للتفاصيل تبع الهدف، المهام والجزئيات والزمن والمراحل وتسلسل هي المراحل، حتى هذا كله بنتعلمه بإدارة الوقت. هلا إذا ما بدنا نفوت بشكل كتير معقد مشان اللي عم يسمعنا يقول شغلة كبيرة، فينا نبلش بالأمور الصغيرة، يعني شو عم بعمل أنا الأسبوع الجاي، بعدين بصير بفوت إنه للشهر الجاي، وهيك أنا بكون عم بكبر الهدف تبعي من صغير لحتى نوصل لمستوى أعلى. يعني عم يتابعوا للعمل ستيب باي ستيب مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي بس دكتورة عن ترتيب الأولويات، اللي هي يعني شغلة كتير مهمة، كتير في ناس ما بتعرف ترتب أولوياتها وبتضيع من تفاصيل الأفكار اللي هي بمخها وبدها تحققها، فحكي لنا كيف فينا إنه كمان نرتب الأولويات. ترتيب الأولويات بالعادة الكل بيعتبر إنه أنا بعمل الشيء المهم أول الشيء، بعدين الأقل أهمية. لا، بترتيب الأولويات في عنا تصنيف ثاني غير الأهمية، اللي هو قديش الموضوع طارئ أو ملح، لأنه كتير أوقات نكون عم نشتغل شغلة منقطعه وحتى يعني بتروح النهار كله وما منكملها لأنه إجا شيء طارئ لعنا. معناته نحن كيف منرتب أولوياتنا؟ بدنا نشوف هام، الموضوع الهام وهو ملح فأنا بعمله مباشرة، هي الأولوية الأولى، جاني فجأة وهو كتير مهم. طيب بعدين بنفذ الموضوع الهام لكن ما نو ملح، فهون صار في عنا جزئيتين للموضوع الهام، الطارئ وغير طارئ. بعدها بنتقل للموضوع اللي هو غير طارئ لكن هام، بس ما نو طارئ، بعمله على مهلي. بعدين اللي هو لا نو طارئ ولا نو هام، آخر الشيء. هلأ يعني كمان بالدراسات طلع إنه العالم ما بتشتغل بهي الطريقة، العالم دائماً بتشتغل على الموضوع اللي هو مانو مهم بس طارئ، مع إنه مانو مهم وبتروح معظم وقتها عليه. حتى بالإدارة وبالمؤسسات، يعني نحن عم نحكي هون في نتائج وفي تكاليف، يعني هون يفترض يكون الاهتمام كتير كبير، مو مثل مثلاً بالبيت إنه في معانا وقت ما في كتير شغلات ملحة. حتى بالإدارة وبالمؤسسات بيفوتوا بهذا الخطأ، لكن طلع أنه المؤسسات ذات الأداء العالي يفترض ما تمشي بهالطريقة، بتخطط لأنه هي الهام وغير عاجل، بيكون أنا عم بخطط، أنا عم بخطط لشي هام وما نو طارئ، فأنا بشتغل عليه وبشتغل على الهام وعاجل، بعدين بترك الأمور الثانية اللي هي غير هامة بس عاجلة وغير عاجلة، بتركها لبعدين، مع أنه هي بالحياة بتستثمر أو بتستنفذ عفواً معظم وقتنا. نعم، يعني لازم نبلش بشغلتين دكتورة مع بعض تحقيقهم، مشان إذا يمكن فشلت شيء يكون في عنا أمل بيه. تمام، مثل لما قلت إنه نحنا ما ننظر على السنة الماضية إنه فشلنا بشغلة مهمة، بس نحنا في جزئيات بسيطة، هي الجزئيات البسيطة هي اللي عم تخلينا للسنة الجاي نكون مجهزين، فهي هي هام بس غير عاجل. نعم دكتورة، لكن خلينا نحكي نصائح أخيرة للعام الجديد، كيف في الكل ينظم وقته، وشو بتعطيهم من خلال خبرتك، نصائح عملية وأيضا أخيرة. رح أحكي نصائح عن الشخصية، لأنه نحن عنا شوي صعوبة بتغيير الشخصية. أول شيء بدي يكون صبور، لأنه بجوز ما يتحقق معي الهدف من أول مرة ولا من عاشر مرة، فبدي يكون صبور، بس لما ما يتحقق من عاشر مرة لازم يكون عم بعرف وين أخطائي. ثاني نقطة، بدي يكون مرن، هدفي ما بغيره، ثابت بهدفي، بس مرونه باسلوبي وباليات التنفيذ وبالجدول الزمني اللي حطيته. فمعناته بدي يكون مرن بالخطه مقابل انا ثباتي بالهدف. تمام، وتقديري للظرف يلي نحن فيه. تمام، لانه انا بناء على تقديري بيكون في عندي مرونه انه هذا لازم عدل غير. صحيح تماما، بده يكون في عندي التزام، ونحن اوقات كثير بنفقد هي الاحساس بقى بالالتزام نتيجه انه فشلنا اول مره او نتيجه داء خلقنا او ضغوط الحياه او صحيح. لكن بده يكون في عندي هذا الاصرار، بدي لاقيه ان شاء الله. ما في مجال ان شاء الله هيك يا رب. اكيد كل حدا ينظم عامه جديد يكون مثمر بالنجاح ويكون جهده موضوع بالمكان الصح لتحقيق هدفه ونجاحه. النجاح 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 هو اكثر شيء واهم شيء. ان شاء الله دكتور
دكتورة هيك سنة جديدة حلوة لحضرتك ولعائلتك، ونحن بننبسط يمكن بكل الطاقة يلي بتعطينا إياها وتنظيم للوقت، وأكيد موعدنا رح يكون معك بحلقات قادمة لحتى يمكن نفصل أكثر ليكون عام مليء بالنجاحات. ان شاء الله. ميرسي ميرسي لكم وكل عام وانتم بخير. انا بدي اشكرك وبدي اقول انه التنظيم هو اسلوب حياه، بس نعتاده خلص تعودنا عليه. شكرا لكل النصائح اللي اعطيتينا اياها، وشكرا لمجهودك. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. ميرسي عليكي.